فقط الاقرار ان الاحتيال هم بعض جاتهم بيدات الصغيرات الى الاذوليه هم يرافقوهم بالفعل. وزوز يحكيو على نفس الموضوع، موضوعنا عن العنف. العنف يبدا منذ كنا صغارا، لا نشي ملاعب ولا امان للثقافه. التعليم لا ادري ماذا اقول عنه، وكل معلم يريد النقود لنفسه. اما المنازل فهي ضيقه ولا نجد اماكن نلقى بها. ثم يقول الطفل الاخر: اهتماماتنا بسيطه، طفولتنا نؤمن طفولتنا عندما لا نجد فضائح تمارس فيها طاقاتنا المندثره في الشارع، ولا نجد دور ومعالم لنصقل فيها مواهبنا. هذا هو العنف، وهذا كيف تصدى للعنف.